استاذه فوزيه سندي، اليوم ثاني يوم في ايام المهرجان، انا بسالك اسئله. انت ايش انتوا هدفكم ربحي من هذا المشروع، من هذا المركز؟ شوف انا هدفي الاول الاطفال احتياجات الخاصه حقيقي، ابغاهم يجوا زي ما قلت لك امس ينبسطوا ومع اقرانهم، هو حكايه الدمج، وابغاهم يكونوا في كل مكان في المهرجان. في المهرجان بدليل ان احنا عملنا تسهيلات لدخولهم، يدخلوا بدون تذاكر، يدخلوا هم واهاليهم بدون تذاكر، هم وذويهم، هم اولياء امورهم. وطبعا انت الموقع مستاجرته؟ طبعا طبعا مستاجرته. ممكن تفصحي ولا بمئات الالوف؟ يعني بمئات الالوف. نعم استاذه، البارح كان ما في حضور صح؟ ما كان في حضور. يمكن باسباب الملعب، باسباب كذا، باسباب ما كان في اعلان سابق لي. وانت عملته؟ والله شوف احنا عملنا اعلانات وعملنا اللي علينا، ولكن يمكن عشان امس كان في حدث يعني لسه دوب جديد علينا. الغريب علينا صحيح انهم نعم. راحوا السيدات للملعب. أيه. واتمنى ان شاء الله ان الحضور عشان يجوا يشوفوا احنا مختلفين ان شاء الله، مختلفين عن اي مهرجان اخر. الهدف هنا مختلف تماما، اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه بجميع فئاتهم، جميع الفئات جميع انواعهم يكونوا هنا مشاركين ويكونوا فري مجانا. استاذه فوزيه كنت بطول معاك بالحديث، لكن اقول لك يا ختمه، الله يعطيكم على قد نيتكم ويجعلها في موازين حسناتكم جميعا. آمين. انت واقل شخص في هذا المهرجان، يبارك فيكم وربنا معاكم ان شاء الله. امين امين. سلمك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السبت ثاني ايام مهرجان تعال تحداني الترفيهي في جده. اليوم هو اليوم الثاني من ايام المهرجان، وغدا الاحد اخر يوم من حوش الكعكي شارع الخالديه، حي الخالديه، بعد الخطوط على شبك الخطوط السعوديه، شبك السور حقهم هناك الدوار. هذا هو المهرجان فيه. هذول الشباب الامن ما شاء الله منظمين كل شيء، الحوش وكل شيء والتنظيم، مواقف السيارات كله، التجهيز، لكن الدخول هنا عادي 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 ولا لا؟ وهذه هنا محل التذاكر وقت الدخول. هذه هنا الاكشاك، شابات من ابنات الوطن شغالين بنفسهم للتنظيم والدخول. وبسم الله اول ما تدخل لا تنسوا، زي امس انا غلط دخلت يسار على طول على المهرجان، هنا محلات الاكل والتجهيز وكل شيء. هنا الشباب، شباب وشابات الوطن كلهم شغالين هنا في الاكلات، همبرجر وغيره واشكال كثيره واشياءات كثيره، حلا ومالح وكل. المهرجان الرئيسيه اللي فيها الاركان اللي يعرضوا فيها سواء جامعه جده، سواء الحرفيين، سواء الصحه، سواء كل الانشطه، كل المرافق وكل الجمعيات التعاونيه التطوعيه التعاونيه الاجتماعيه كلها هنا. هذه جامعه جده حاضره، وهذه الاستاذه فوزيه سندي القائمه، الشخص الاول في هذا المهرجان. الله يعطيها العافيه. الله يسلمك ان شاء الله، كلكم شركاء نجاح ان شاء الله. ان شاء الله الله يعطيك العافيه ويبارك فيك. وهذا الجزء بعد هذا اللي فيه الالعاب الترفيهيه الصغيره تسبح، وهذه الزحاليق والبالونات الى المغرب، وهذا المسرح حيجهز بعد صلاه المغرب حنبدا. وهذه معانا الفرقه اليوم مشاركه، فرقه ايش؟ صراحه القديم. مين المسؤول عنها؟ عبد الله موسى. ايش حتقدموا؟ الوان شعبيه كلها، كل الوان شعبيه، مزمار وخبيتي وكله كله وكله. وهذه فرقه تراثنا القديم. نعم تراثنا القديم. اليوم حتقدموا؟ حنقدم ان شاء الله المزمار والعجل والانبعاوي والخبيتي وشرح الحضرمي باذن الله. شرح الحضرمي حبايبي، تعال تحدانا. ايوه تعال تحداني، تعال تحداني، واللي مزاجه طرب ينضمنا ويانا يا حبيبي. عرفنا عبد الله رحيم. عبد الله رحيم حبيبي ان شاء الله. تطوعي لسه الناس ما استوعبوا شويه كل هذول اللي يعملوا. انا خليني اجي على ركننا، مثلا على ركننا استاذ احمد الجحدلي. انت تعمل تيجي ليومين، يومين قبلها تحضر، واليوم جاي معاك المجموعه كلها سيدات وشباب، وحتى الدكتور محمد سريحي مرسل ولده. يعني انتوا تاخذوا راتب؟ لا انتوا الحمد لله هذا اجتهاد مننا شخصي. نعم من المجموعه بالكامل علشان نوضع فعاليه لمجموعه السعاده صناعه تطوعيه. تطوعيه، تطوعا هو كله للايتام وذوي الاحتياجات الخاصه، كباقي انتوا نموذج كباقي الاجنحه الموجوده. يعني غالب المهرجان هذا، غالبا المهرجان هذا كل الفعاليات حقتنا هذه كلها مجانيه. مجانيه، حتى هم عند نفس الطريقه اغلبها كلها لدور رعايه، لدور مدري ايش. بهذا ان شاء الله يعطيك العافيه. الله يسلمكم. هؤلاء السيدات
يعني ايش جايبهم البيت وتركين بيتهم وتركين كذا، كله على عمل خيري، عمل تطوعي. لازم الفكر هذا، هذا اللي موجود، هذا المهرجان قائم 80% على هذا، ليس ربحي، على هذا الهدف النبيل. ولا لا استاذ، انا عضو جمعيه مجموعه السعاده صناعه. الحمد لله يا رب، شرفنا وجودك حبيبي. جامعه جده، وهذا البنات ما شاء الله تبارك الله، والدكاتره الاستاذه، هذا دكاتره جامعه جده كلهم حاضرين ومشاركون في تعالى تحدانا، مشاركه اجتماعيه زي الجمعيات الباقي المشاركين فيها، تطوعا لذوي الاحتياجات الخاصه، للايتام، للمسنين. هذا هو مهرجان تعالى تحدانا، مختلف عن اي مهرجان اخر. يعطيكم العافيه والله يبارك فيكم. مراسينا في بحرها الأحمر، رسيت مراسينا دايم هوى الكورنيش بالحب يناجينا، دايم هوى الكورنيش بالحب يناجينا. أم الرخا جدا يا عيوني والعمر حبيبي ما شاء الله تبارك الله، جالس بنفسك تشتغل ولد البلد. ايش بتسوي لنا دحين؟ قاعد اسوي لك برجر حبيبي. برجر، انا ايش قلت لك؟ بدون حركات الشباب. اي ابغى قديمه بس دقه وفلفل الاسود والسلام عليكم. حق العتقيه. حق العتقيه. تدرس مين يا ابو؟ ادرس في السيبيه. السيبيه. كليه الاداره. كليه الاداره. ثاني سنه ولا ثالث سنه؟ اخر سنه ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، اجل شوف وجهك. يا سلام. حبيبي. تسلم. بارك فيك. البارح اقول لك ايه بعيون محبين يا جده انت جمالك غير يا جده بعيون محبين يا جده انت جمالك غير يا جده.